في سورة الإسراء ذكر الله المعجزة الخالدة، تحدى الله به الإنس والجن فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من تمسك به هدي إلى الطريق القويم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. واختتمت السورة بأناس أحبوا القرآن وآمنوا به فزادهم الله خشوعا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.